اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. محسن، اتكلمنا عن مباراه النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا يوم الاثنين باحراز ان شاء الله البطوله. لكن كمان كان في بطوله جديده كان منظمها الويفا، طبعا كلنا عارفين بطوله الدوري المؤتمر الاوروبي اللي فاز بيها روما مع طبعا مورينيو على فاينورد الهولندي 1-0. شفت المباراه ازاي وتاثيرها، تاثيرها ازاي على شخصيه مورينيو، على بعد انطفاء شويه مورينيو بالانتقال من البريمير ليج للسيريا اه، شايف ده يعني شايف ده ازاي؟ يعني هو بصراحه البطوله لا تقارن طبعا لا بدور الابطال ولا باليوروبا ليج، لكن هي يعني ممكن نختصرها في حاجتين. في ان نادي زي نادي روما نادي كبير طبعا بيفوز ببطوله قاريه، والاهم من نادي روما بصراحه مورينيو اللي هو الحدوته بتاع البطوله كلها، ان هو لرابع مره مع او مع نادي رابع يعني في تاريخه، ان هو لاول مره يشترك مثلا في دوري الابطال كسبها، اول مره في دوري الاوروبا ليج كسبها، كل البطولات القاريه في اوروبا يعني. هو الوحيد اللي كسبها، طبعا ده شيء يحسب ليه. لكن هو البطوله بشكل عام مش يعني مش عايز اهاجمها، بس هي مش قويه، بالدليل الناس مثلا ايه بدات تتابع في الاخر، ان يعني الى حد ما في نصف النهائي مثلا لما مثلا روما طلع ليستر حاجات كده يعني. يعني شايف ما لهاش افاده على المستوى الفني، ولكن الافاده على المستوى التسويق بس بالظبط، مش اكتر من كده، بدليل ان انت دور المجموعات كان في مثلا نتائج كارثيه. انا ما هو روما اتغلب 6 تقريبا، اتغلب 6 من فريق النرويجي وكمل وصل النهائي، بس ما حدش بياخد باله قوي يعني ايه النتيجه، بس الصداه الكبير ممكن تاخد بالك، لكن مش هتلاقي حد مركز مع مجموعات، مع ربع نهائي، مع نصف الى حد ما يعني نصف النهائي، بس عشان في برضه فريق كبير بقيمه روما نادي العاصمه في ايطاليا، وفريق ومدرب كبير زي طبعا سبيشال وان مورينيو. لكن لو كان مثلا ده فريق وسط مع فاينورد بصراحه كانت هتبقى الدنيا اضعف شويه، لان حتى اختياراتها بتلاقي حتى من المستوى الاول للمستوى الخامس مش عارف ياخد ممثل واحد من الدول دي، يعني لها نظام معين كده. طبعا للاسف هي لا تضاهي، طبعا انت عندك مثلا دوري ابطال اوروبا بنتفرج على دور المجموعات، طبعا يعني بيبدا معاك من دور المجموعات ليفل مختلف، ليفل مختلف وعمليه تسويقيه مختلفه، لكن بالزبط. كبطوله لسه في يعني حديثه الولاده زي ما بيقولوا اول سنه ويفوز بيها. والغريب كمان ان روما اسم كبير جدا في السيريا اه، لكن يعتبر الاول فوز صحيح بطوله قاريه، بطوله اوروبا، بطوله المؤتمر بالظبط، لان هو حتى روما طبعا يعني حظه الوحش ان هو في الكاليتشو معاه يعني هيلان معاه في البطوله، يعني ليفنتوس كان بيستحوذ لفتره طويله، ثنائي مدينه ميلانو سواء انتر ميلانو او اي سي ميلانو اللي فاز بالدوري مؤخرا، يعني هم دول طبعا في وجودهم بيبقى صعب بصراحه ان فريق زي روما او حتى لاتسيو يقدر ياخد معاهم بطولات، لكن بلا شك فريق كبير، ودي بطوله بصراحه فرحت الجميع حتى لو مش من محبي نادي روما، لان النادي كبير، اسمه كبير، يستحق ان هو كان بيلعب له طبعا محمد صلاح، كان بيلعب له قبل كده احمد حسام ميدو، يستحق طبعا ان هو بنفرح له لما بياخد بطوله. الانديه الكبيره دي او الانديه الجماهيريه الشعبيه بتبقى انت مايل لها اكتر، مع احترام طبعا لفينورد، لكن بتميل اكتر لروما الاسباب اللي قلتها، وكمان عشان جوزيه مورينيو. البطوله طبعا في اول سنه معقوله، ما اقدرش اقول سيئه ولا حلوه، معقوله الى حد ما. تفتكر هيكون ليها يعني تبعيات على مستوى هل رجوع، وكان في بعض الاخبار كده بيتكلموا ان نيوكاسل كان بيتفاوض مع مورينيو، انت حضرتك طبعا عارف طبعا البنك نيوكاسل الموضوع تاني المستثمر السعودي كان على تواصل مع مورينيو، ده رومرز يعني ما بين قوسين كده اشاعات، برضو عايز اعرف هل ده ممكن جدا ان هذه البطوله تساعد طبعا لعوده بريق مورينيو مره ثانيه وعودته للبريمير ليج؟ طبعا بدون شك، هو بصراحه المفروض مورينيو يدرب فريق اكبر شويه من روما ان بقي في ايطاليا، او يروح بقى دوري الاسود بصراحه، دوري طبعا كان مع في الدوري الانجليزي، كان قبل كده طبعا كان مع توتنهام، كان مع مانشستر، لكن ظروف الفرقتين بصراحه ما شجعوش اي مدرب ان هم يعملوا حاجه بكل امانه. لكن عندنا طبعا يمكن شايف انت مثلا حركة مانشستر سيتي خد الدوري، ومع ذلك يورجن كلوب افضل مدرب، لان ما تقدرش تكر ده طبيعي. مع ان طبعا مع كامل احترام لبيب جارديولا، لكن يورجن كلوب افضل مدرب في الدوري الانجليزي، لانه نافس خسر الدوري الانجليزي لحد اخر لحظه بنقطه وحيده، بطل كاس الاتحاد، بطل كاس الرابطه، نهائي طالما جبت كمان سيره الدوري الانجليزي وليفربول، وكان يورجن كلوب هو يعني افضل مدير فني في البريمير ليج السنه دي رغم خسارته للقب. يسعدنا موجود معانا النهارده جيرارد نوس عبر سكايب، طبعا الاسباني المدير الفني لعده انديه بصراحه، وكان المساعد طبعا لبينيتيز ده طبعا في ليفربول ايام طبعا كبيره وبطولات كتيره جدا، كمان على مستوى التدريب كان مدرب في الدوري الاسباني، كان مدرب في الدوري
الانجليزي مع برايتون، كمان كان ليه كمان جولات في افريقيا من خلال منتخب غانا، حاليا هو المدرب المساعد للمدير الفني للمنتخب اليوناني. طبعا جيرارد نوس بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، وشكرا لتوجيه الدعوه لجيرارد نوس. انا فخور بوجودي على قناة النادي الأهلي لأن أعلم الأهلي جيدا. أعتقد أن الأهلي هو الفريق الثاني أكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، وهذا شيء يدعو للفخر. أتمنى في يوم من الأيام أن أحضر إلى النادي الأهلي وأحضر إلى مصر. النادي الأهلي شرف وفخر كبير لأفريقيا، وهذا ما جعلني أتقبل الدعوة بالظهور على شاشة النادي الأهلي، ولهذا أستغل الفرصة. أتمنى أن الأهلي يفوز بالإثنين القادم وينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم، وهذا يجب أن يخسر ريال مدريد ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا نتمنى فوز النادي الاهلي، وطالما يعني اكيد متابع ليه طبعا بطولات النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي اصبح على الخريطه العالميه. هاخد رايه سريعا في موضوع اختيار الملعب، هل يعني من خلال خبراتك الكبيره في الدوري الاسباني والانجليزي ومن خلال وجودك مع بعض المنتخبات سواء افريقيا او على مستوى اوروبا مع المنتخب اليوناني، هل صادفت ان يعني ملعب النهائي في البطولات القاريه يتم اختياره في نصف النهائي؟ فعايز اعرف تعليقك كمان على اختيار ملعب طبعا المباراه النهائيه امام الوداد المغربي. Yes, I got surprised when I got the news. أنت على حق، كانت مفاجأة لي. لأن هذه المباراة يجب أن تلعب على ملعب محايد وليس ملعب يوجد فيه أحد أطراف النهائي، خاصة أن هذا الملعب أقيمت عليه مباراة الفاينل العام الماضي. هذا لا يحدث في أوروبا ولا يحدث في أي دولة في العالم ولا أي قارة في العالم. كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهذا ما قام به جمهور النادي الأهلي، لأننا تابعنا هاشتاج جمهور النادي الأهلي وهو يدافع عن فريقه. لست سعيد برؤية هذه الأشياء تحدث في قارة أفريقيا، لكن تم اختيار ملعب المباراة والأمر انتهى. لكن هذا الشيء لا يجب أن يحدث 100% في العالم، لا يحدث هذا الشيء. لكن هناك عدم عدالة لأن الأهلي لن يلعب بكامل جماهيره، وهذا الشيء أهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لأن جماهير الأهلي عنصر كبير في بطولات النادي الأهلي. سيحرم الأهلي من جماهيره، وهذا يعطي فرصة كبيرة للفريق صاحب البلد والمضيف. أنا متأسف لذلك. طبعا الفير بلاي اعتقد مش موجود، لكن انا باكد لك ان شاء الله باذن الله. اكيد انت كمان سمعت عن روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي ولعبته، ان شاء الله بنتغلب على كل الصعاب ونفوز بهذه البطوله، بطوله مهمه جدا هروح بيها كمان لاجواء البريمير ليج، وانت طبعا كنت مساعد يعني مدرب في ليفربول. عايز اعرف في رايك في تتويج السيتي في يمكن ال 15 دقيقه الاخيره من عمر البطوله في البريمير ليج، واداء ليفربول مع يورجن كلوب خلال السنوات اللي فاتت. اعتقد ان مانشستر سيتي وليفربول كان يستحق ان يتقاسم اللقب، لكن مباراة السيتي وريال مدريد هي من جعلت السيتي يفوز بلقب البريمير ليج ويقاتل على البريمير ليج، لأن كان صعب بالنسبة لمدرب السيتي أن يخرج خالي الوفاض بعد الخسارة الكبيرة والمفاجأة أمام. لكن ليفربول، وصول ليفربول أيضا للفاينل في آخر الأوقات، الحديث في ليفربول اصبح كثيرا عن فاينل دوري ابطال اوروبا، وهذا ما افقد تركيز الفريق الانجليزي، وشاهدنا ذلك في مباراه استون فيلا، وهذه غلطه كبيره من مدرب الفريق والاعلام الانجليزي. تحدثوا كثيرا عن فاينل دوري ابطال اوروبا وهم ينافسون على لقب البريمير ليج. السيتي استحق البطوله عن جداره، لكن العدالة تقول أن إذا كنت أنا من أقرر ذلك كنت سأتقاسم، لكن أنا سعيد لفوز غوارديولا بلقب البريمير ليج.
طيب انت شايف من العداله كمان كان طبعا وجود طبعا محمد صلاح في البريمير ليج وخاصه في ليفربول بيضيف اشياء كثيره جدا جدا لنجمنا محمد صلاح لليفربول وكمان للكره المصريه بشكل كبير جدا. طبعا حصول محمد صلاح على طبعا هداف البريمير ليج للمره الثالثه مناصفه طبعا مع سون نجم توتنهام، شفت ده ازاي وشفت تالق محمد صلاح في البريمير ليج ازاي خلال الفترات اللي جايه وكمان عمليه التجديد، هل انت مع وجود محمد صلاح واستمراره في ليفربول ام الانطلاق وتجربه جديده على سبيل المثال في ريال مدريد؟ فاول شيء محمد صلاح هو التوب توب التوب، لان محمد صلاح يفعل اشياء خارقه، قام بتسجيل العديد من الاهداف الرائعه. محمد صلاح يساعد فريقه ويقود فريقه في المباريات الكبرى. لاعب يتحدث عن نفسه وانجازاته لما تتحدث عنه. حصول صلاح على لقب الهداف لثاني مره ليس من فراغ. اعتقد واتمنى ان يبقى محمد صلاح في ليفربول، لان محمد صلاح في ليفربول فاز بالعديد من البطولات وسوف يفوز بالعديد من البطولات معهم. محمد صلاح يلعب في العديد من مناطق الملعب ويستطيع ان يفعل الفارق، لان صلاح خلق لكي يفوز في ليفربول بالتايتلز بالبطولات. محمد صلاح اونلي وان، محمد صلاح فريد من نوعه. اعتقد ان محمد صلاح يجب ان ينقذ هذا السيزون هذا الموسم بالنسبه له، واتمنى ان يتوج صلاح ببطوله لكي يصبح التوب وكان يفوز بالبطولات وكان يفوز ايضا بالجوائز الفرديه. لكن اتمنى من صلاح لا تترك ليفربول اذا كان يسمع نصيحتي عبر قناه النادي الاهلي، لانك توب بلاير وستكون التوب بلاير في ليفربول. ما فيش شك. وكمان محمد صلاح يمكن اعلن في بعض يعني التصريحات الاخيره انه باقي الموسم القادم ان شاء الله محمد صلاح متواجد في ليفربول، ويعني لسه ما نعرفش بقى مستقبله على المستوى البعيد هيكون ايه، لكن طبعا ليفربول اعتقد هو المكان الافضل لتالق محمد صلاح. وعايز اخد من تصريحات محمد صلاح وننقلها لطبعا نهائي دوري الابطال، وعايز اخد رايك في اللي قاله تصريحات محمد صلاح اول ما عرف ان طبعا ريال مدريد هو المنافس على هذه البطوله. تصريحات محمد صلاح عمليه الثأر من طبعا بطوله 2018 واصداء هذا التصريحات لمحمد صلاح، انت شفتها ازاي وحللتها ازاي؟ اعتقد محمد صلاح كان غير موفق في التصريحات عن حديث عن الصقر وعن اشياء مثل ذلك من ريال مدريد، لان ظروف المباراه في 2018 كانت مختلفه. محمد صلاح خلق جو من الاتنشن، خلق جو من الغضب مع ريال مدريد، لان لاعبين ريال مدريد الان يركزون على تصريحات صلاح. ريال مدريد فريق كبير، صلاح يجب ان يركز في المباراه اكثر من التصريحات. صلاح يجب ان يلعب، يجب ان يركز في الملعب فقط. تستطيع ان تتحدث عندما تفوز بالبطوله انك قمت بالثأر، لكن ماذا ان لم يفز صلاح بهذه المباراه وان لم يفز صلاح بدوري ابطال اوروبا؟ توقعه للمباراه النهائيه ايه؟ يعني مشوار ريال مدريد وطبعا يعني اقصائه لفرق كبيره زي البي اس جي والمان سيتي، هل يشفع له بالوصول ل يعني البطوله ام ان ليفربول على مستوى افضل فريق في العالم تكتيكيا وفنيا هو الذي يحصل على هذه البطوله؟ توقعاتك ايه للمباراه النهائيه؟ بالنسبه لرايي 50-50 كما ذكرت، مباراه صعبه على ريال مدريد وعلى ليفربول. ريال مدريد في مرحله التوب، ريال مدريد اعتقد اذا سالتني عن رايي ليفربول يستطيع هزيمه ريال مدريد، لكن لا تامن غدر ريال مدريد لانه فاز بالعديد من المباريات الصعبه. ريال مدريد يعرف كيف يفوز بالمباريات الصعبه والمباريات الكبيره، لن تكون مباراه سهله لليفربول. انا اتمنى بالنسبه لكوتش وستاف فريق السابق وستاف
في فريق كان في الماضي ليفربول، اتمنى ان يفوز ليفربول من اجل ستاف فريق السابق، اتمنى ان يفوز لكن ستكون صعبه. طب ده في السابق يتمنى فوز ليفربول، لكن خلينا نتكلم عن المستقبل، وعايز اسالك عن المستقبل طبعا للمنتخب اليوناني. انت متواجد دلوقتي مع الجهاز الفني للمنتخب اليوناني، وهل في القريب العاجل سوف نشوف منتخب اليوناني بيحقق المعجزه والفوز بالبطولة أوروبا كما حدث طبعا في 2004 مع أوتر هاجل المدرب الألماني؟ عايزين تطمننا كمان على الكرة اليونانية ومستقبل المنتخب اليوناني. Yes, well, now we have a game next week. We play. الآن نحن لدينا مباراة الأسبوع القادم مع أيرلندا الشمالية. نحضر لدور الأمم الأوروبية سيبدأ خلال أسبوع، ونحضر العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الشامبيونشيب والبطولات الكبرى. قمنا بجلب العديد من اللاعبين وقمنا بعمل مجمع لاعبين. أنا انتهيت للتو من تدريب المنتخب اليوناني. And we have one player that plays in Liverpool, by the way. واحنا لدينا ايضا لاعب يلعب في ليفربول اليوناني. نحن سعداء، الاجواء في اليونان عظيمه جدا، نستمتع وسنعود باليونان الى سابق عادها. الحديث عن معجزه في هذه الاوقات قد يكون صعبا، لكن نوعد جماهير اليونان في الوطن العربي ان المنتخب سيعود. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا طبعا جيرارد نوس المدير الفني ومساعد المدرب حاليا المنتخب اليوناني، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. شكرا لكم وحظ سعيد للنادي الأهلي في الفاينل القادم. شكرا جزيلا، كمان الشكر واصل طبعا لطبعا إسلام لؤة، طبعا هو مترجم هذا الحوار الرائع. محسن، هنرجع تاني لطبعا البطوله او المباراه المهمه جدا امام ريال مدريد وليفربول، مباراه الحلم، مباراه يمكن صعب التكهنات. اي حد يساله حتى على مستوى المسؤولين على مستوى اللعيبه يقول لي 50-50. هتقول لي انت كمان 50-50 ولا انت متوقع نتيجه لا معينه؟ انا كنت ممكن اشوف ان طبعا بصراحه فريق ليفربول متكامل تماما، كنت شايف ان هو ممكن يكون عنده دوافع اكتر، لكن لما تيجي تشوف الادوار الاقصائيه من بعد دور المجموعات، الثلاث ماتشات بتوع من دور 16 ربع النهائي ونصف النهائي لريال مدريد، لا لازم ترجع تاني يعني، ما توقف بقى شويه، لان لا يعني الثلاثه ريمونتادا اللي عملهم قدام فرق عظيمه جدا، يعني باريس سان جيرمان بتخمه النجوم اللي موجوده فيه بيخسر في باريس، وبيخسر حتى بيتاخر قصدي بهدف لمبابي في سانتياغو برنابيو، وبعدين بيرجع بالنتيجه وبيتاهل، وبعدين بيصعد قدام تشيلسي. حتى لو تشيلسي حتى كان مستواه متذبذب الفتره الاخيره، كان هو يكفي ان هو حامل اللقب يعني وثالث الدوري الانجليزي. لما تيجي انت تتاخر بتكسبه على ارضه، بتيجي تتاخر على ملعبك فبترجع وبتعمل ريمونتادا. وحتى في المباراه الاخيره قدام احد اقوى انديه العالم مانشستر سيتي، المشهد الدراماتيكي اللي لحد دقيقه 89 النتيجه 1-0 لمانشستر سيتي، اللي هو فيه حتى التعادل عشان يتاهل، لكن المباراه بتخلص لو قلت لحد ان المباراه مش هصدق. طبعا معانا دلوقتي يا محسن فرقتنا بتتحرك دلوقتي حالا طبعا لملعب التدريب في المغرب. كل التوفيق لفرقتنا وان شاء الله يعني نتمنى التوفيق على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى يعني الفني باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين تدريب او تحرك فرقتنا من طبعا مقام او مقر الاقامه في المغرب ل يعني اجراء التدريبات، وان شاء الله الاستعداد الكامل لمباراه يوم الاثنين. بعيد عن الاجواء بس يركزوا، اهم حاجه زي ما انت بتقول يعني، لا هم واضح جدا كمان الجو هادي يعني، واضح جدا في امن بشكل كويس، اللعيبه نازله هاديه، الجهاز نازل هادي، كل الناس حواليه، في كمان اعتقد الامن ما عندناش مشكله فيه، كل زي ما انت قلت المهم جدا التركيز والبعد عن الاجواء الخارجيه. ده سلاحنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب هرجع تاني معاك لمورينيو. انت قلت يمكن مورينيو وقلت لك هل عودته للبريمير ليج من خلال نيوكاسل متوقعه بعد الفوز طبعا ممكن جدا يعني انا مش ما اقدرش طبعا انصح مورينيو، لكن لو كان ليا كلمه ممكن اقولها لمورينيو انه يروح نادي كبير، نادي يقدر، هو كان معاه تجربه مع توتنهام ماشي، توتنهام جيد في الفتره الاخيره لكن ما فازش ببطوله، كان اقصى حاجه حقيقة ان هو وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا قدام ليفربول وخسر خساره 2-0، كانت منطقيه تماما طبعا لقوه ليفربول وقتها. تجربته مع مانشستر يونايتد
مش شايف قدامه ايه في الدور الانجليزي، ولو ان كان فاز مع حتى بالدور الاوروبي لكن ما قدرش يحقق ده بعد كده. اتمنى ان هو يدرب فريق كبير، يعني يعني ايه فريق كبير؟ يعني زي طبعا مانشستر سيتي، زي ليفربول، اذا كان الاثنين دول مستقرين مع يورجن كلوب ومع بيب جوارديولا، اعتقد ممكن نيوكاسل لو كانت الفرصه دي متاحه وليما لا يقدر يرجع امجاده، ونشوف بصراحه يبقى كل الكره موجوده في انجلترا. اكيد اكيد كمان أكيد مع طبعاً. مشروع نيوكاسل خلال الفتره اللي جايه والاستثمار السعودي في نيوكاسل اللي يمكن في المباريات الاخيره ادى بشكل اكثر من رائع، ويبقى طبعا مورينيو دايما مرشح للفرق الكبيره وعلى مستوى المشروع بالنسبه لنيوكاسل. هنشوف ده في خلال الموسم القادم، لكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم مره ثانيه محسن. خلينا بقى نتكلم على بالتفصيل شويه على مباراه ريال مدريد وليفربول، مباراه الكل متوقعها، العالم كله مستني هذه المباراه. انا سالتك وقلت لك هل مشوار ريال مدريد وانه يقصي تشيلسي وبي اس جي والمان سيتي السلاح في ايديهم، يعني ده عمل نوع من انواع الرهبه شويه ليفربول، هل هيغير حسابات فنيه بالنسبه ليوجن كلوب اثناء المباراه؟ لان شفنا ازاي بيرجع في اي لحظه بالتأكيد. على المستوى النفسي وعلى المستوى التكتيكي شايفها ازاي؟ بالتاكيد هيتعلم حتى على الاقل من اخر مباراه درس بيب جاردولا لما كان متقدم 1-0 وبدا يريح لاعيبته، اخرج دي بروين ومحرز يعني خصم اصلا تاني بقى محتاج جونين عشان يتعادل حتى، لكن جاب ثلاثة وكسب. فهو اعتقد اول درس اتعلمه يورجن كلوب انه المباراه لم تنتهي، حتى لو انت متقدم والدقيقه 90 1-0 ولا 2-0 لا تامن ريال مدريد. بالظبط، لا تامن ريال مدريد. شخصيه البطل موجوده بكل امانه، يعني ما اقدرش حد ينفيها. ناس كتير بتتكلم على الحظ وبتاع، لكن او كان حتى مستواه في الدوري انا الدوري طبعا بفرق كبير او ما كانش فيه منافسه قوي، لكن برضه بصراحه انا لا اامن لليفربول، يعني لا اامن واحد زي كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي مش بس تاريخه كبير في البطوله انه واخدها قبل كده 3 مرات ومع ميلان ومع ريال مدريد، لكن حتى في حسن ادارته للمباريات. يمكن انا كان يعني انا بستغرب ليه النادي ريال مدريد قدر يهزم الثلاثه بالشكل الدراماتيكي اللي احنا شفناه هيتشكوكي شويه، يعني يمكن لقيت اقرب حاجه ان هو كان بطريقه الفوضى، بيعمل فوضى في الملعب لما بينزل في الشوط الثاني في اخر مباراه واحد زي رودريجو او كابافينجا اللي هو يعني مش مهارين قوي لكن عندهم اللياقه البدنيه، فكانوا بيعطروا اوراق المنافس. يعني دايما بيبقى ده دي فكر مدرب، يعني دايما تلاقيه هو كان بيعمل دي كتير وبنسبه اقل كان بيشارك مثلا فاسكيز، فبيعمل خلخله في الفريق الثاني ان انت اتنين صراع في وقت برضو مع قرب نهايه المباراه، فبيربكك حتى لو انت عندك المهاره اعلى. يمكن ده كان بيساعده اكتر ان هو يفوز. بصراحه يمكن اخطر حاجه على ليفربول في المباراه دي بصراحه كارلو انشيلوتي، بالاضافه طبعا لشخصيه البطل اللي هو جاي، يعني تخيل 11 ايه ده 11 ده الاهلي 6 ليفربول وهو 13، يعني بيدور على ال 14، يعني لازم بصراحه. بعض الناس قالت لك يمكن على مستوى انت بتتكلم على فرقه تضم افضل شكل هجومي في اوروبا وهو ليفربول، على الجانب الاخر انت على الجانب الدفاعي لريال مدريد في بعض المشاكل، ولكن يبقى بنزيما هو بالظبط كنت لسه هقول لحضرتك هو الحل. يعني بيتكلم على هجوم ليفربول، طب ما هو مثلا بنزيما هو هداف البطوله نفسه ب 15 هدف في حين ان عندك صلاح 8، يعني الفرق كبير جدا. هيك ان هو مثلا هنقول ايه صلاح مثلا نهى الموسم هنا 23 هدف مناصفه مع سون، لكن هناك 27 هدف لوحده وفرق كبير جدا عن اقرب منافسيه في الليجا الاسبانيه. لكن طبعا مش هحسب فرق دوريات، لكن لما نيجي البطوله اللي مشتركين فيها دور الابطال، لا طبعا بنزيما في حته تانية خالص، يعني بصراحه بكل امانه يعني يستحق. طب هو السؤال الثاني اللي الناس برضو من خلال رؤيتنا للمباريات اللي فاتت يقول لك مشكله يعني يمكن مع المان سيتي كان عنده مشكله في خط الدفاع وقدر ريال مدريد يسجل، على مستوى تشيلسي كذلك، على مستوى البي اس جي كذلك كان في برضو بعض، لكن ليفربول لا. فليفربول لا، ليفربول عنده كمان من اقوى الخطوط على مستوى الدفاعي. السؤال بقى هل يعني بنزيما وبنتكلم على رودريجوز، بنتكلم على مودريج، بنتكلم على فينيسيوس، هل قادرين على هم قادرين على اي حد؟ لكن في فرق هنا طبعا دفاع ليفربول قوي بصراحه، فان دايك والبقيه، لكن برضو في حته كمان كان دول لما ريال مدريد كان بيتفوق على الفرقه دي كان بيتفوق من خلال ماتشين ذهاب واياب،
يتعثر في واحده بيتدرج في الثانيه، بينهي في واحده في الاولانيه زي السيتي زي تشيلسي وبيتعثر في الثانيه، لكن بيتدرج اموره وبيخسر على ارضه وبيتاهل. المره دي اعتقد كل الدروس دي يعني من حسن حظ يورجن كلوب وفريق ليفربول ان كل ده حصل قدامه، ست ماتشات من بعد دور المجموعات كل ده حصل قدامه، فيقدر اكيد درس، مش يقدر اكيد درس وشاف الكلام ده ويقدر يتعامل مع ده. عشان كده بقول لحضرتك ان انا بشوف ان كفه ليفربول اعلى شويه، يعني اعلى طفيف، لكن بخاف لما اشوف الفرق اللي طلعها في الاقصاء لريال مدريد برجع تاني. يعني مقارنه الفرق الاقصائيه اللي طلعها ريال مدريد لا بصراحه مش زي ليفربول، يعني مش هقارن تكلم على المشوار حتى المشوار الاخيره المشوار من بعد دور المجموعات، لا الكفه بصراحه لصالح ريال مدريد. انت تقدر تقول ثلاث نهائيات مع باريس سان جيرمان احد اقوى انديه العالم، فريق فيه ميسي ونيمار ومبابي والكتيبه اللي عنده دي، ده نهائي مبكر. لما قابل تشيلسي ده نهائي مبكر، لما ده بطل النسخه الاخيره، لما قابل السيتي نهائي مبكر. صحيح. انت نهائيين كمان، مباراه هنا ومباراه هنا، لكن هو بيتفوق في الاخر. لا ده برضو يرعبك، مش يخوفك، يرعبك. لكن على ارض الواقع انا بشوف ان فرقه ليفربول حتى رغم خسارتها للدوري لاعبه تماما، فريق واخد كاس الاتحاد كاس الرابطه، لكن قدام السيتي خسران البطوله بمشهد ما يعني ما يحصلش الا من قدام واحد زي بيب جوارديولا والسيتي. لكن لو امن بحظوظه بصراحه يورجن كلوب ويقدر ينهي المباراه قدام فريق زي ده مبكرا وما يحتفلش الا مع صفره الحكم، اقدر اقول لك ان هو يقدر يفوز. كلمه السر اللي انت اتكلمت عليها بتتكلم على انشيلوتي، كلمه السر بالنسبه للريال هذا العام على مستوى الليجا. انشيلوتي طبعا مدير فني قدير جدا واثبت هذه القداره رغم طبعا يعني عدم وجود منافسه قويه في طبعا الليجا الاسبانيه السنه دي، ولكن يبقى انشيلوتي مدير فني كبير جدا، يمكن المدرب اعتقد الوحيد اللي فاز بخمس دوريات على مستوى التوب 5 ليجز في اوروبا. تعالوا مع حضراتكم نشوف انشيلوتي قال ايه عن المباراه الحلم امام ليفربول. نشعر بإثارة بالغة ومتحمسون للغاية، نخوض أكثر مباريات كرة القدم أهمية في العالم وسوف نبذل كل شيء. الفريق يخوض مباراته النهائية الخامسة في ثمانية مواسم، لقد حقق الفريق الكثير مما شأنه أن يجعل مشجعي الريال فخورين، وكذلك نحن من دواخلنا. ليفربول قدم أداء رائعا في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، فازوا بلقبه وخاضوا النهائي ضد ريال مدريد، والآن يخوضون مباراة نهائية أخرى، يقومون بعمل رائع. نشعر بالإثارة ونتطلع للقاء ليفربول، لأنها لن تكون مباراة ممتعة وحسب، بل مباراة يسودها التنافس والندية. لدينا الحافز مثلنا مثل محمد صلاح الذي نحترمه لأنه لاعب عظيم وخطير. إنها بمثابة مباراة ثأر بالنسبة لهم لما حدث في 2019، ولكنها أيضا مباراة ثأر بالنسبة لنا لهزيمتنا أمام ليفربول في نهائي الكأس الأوروبي عام 1981 في باريس. أنشيلوتي بيتكلم على محمد صلاح، وإذا كان ما كلمش بيقولوا لو هم فاكرين إن في أو هم بيقولوا إن في ثأر يعني في 2018 هنا كمان في مدريد، بيقولوا ان لا كمان الطار اقدم من كده بكتير، يعود لسنه 1981 ساعه ما ليفربول فاز على ريال مدريد 1-0. محسن، التصريحات ناريه بشكل كبير جدا، عمليه او تصريحات محمد صلاح كان ليها اصداء كتيره، والنهارده انشيلوتي كمان بيقول هو بيحترم محمد صلاح جدا كلاعب كافضل لاعب في العالم، وجاب سيرة عملية الطائر، يعني هو اتكلم بشيء من الهدوء، ولكن في صدى لتصريحات محمد صلاح ما فيش شك. يعني اكيد والله زي ما ريال مدريد محظوظ، زي ما هو محظوظ انه بيدرب ريال مدريد، ريال مدريد محظوظ انه كارلو انشيلوتي بيدربه. صحيح. الراجل عاقل جدا في تصريحاته، يمكن بعض اللعيبه طلعوا هاجموا شويه محمد صلاح، لكن هو قال احترمه، ما قالش فيه حاجه خالص، يعني ما هاجموش، وقال اذا كان على الصقر ما هو في بقى 81. انا طبعا ضد حته الصقر، يمكن ما اعرفش ليه محمد صلاح قال كده، انا ضد التصريحات دي، لكن اكيد محمد صلاح فاهم هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه. لكن الصقر مش موجود يعني في الكوره دي، كوره في الاول وفي الاخر. هدف بيلقي يكسبك مباراه، يخسرك مباراه، خطا
دفاعي يعني حتى في المباراه بتاع 2018 كان في اخطاء كارثيه للحارس حارس ليفربول ادى التفوق لريال مدريد. بالاضافه ساعتها كان طبعا اصابه صلاح في بدايه المباراه وبعد كده خطا الحارس اللي بنزيما خطف منه الكوره وسجل. كان في اخطاء كثيره هي اللي حولت المباراه لشكل كده. لكن في الاول وفي الاخر طبعا بصراحه يعني مدرب برفع له القبعه بصراحه، تاريخه كبير جدا في البطوله نفسها. كمان المح لحته يعني هي دي اللي ترعب بصراحه محب ليفربول، ان هو خامس نهائي في اربع في اخر كام سنه يعني في 8 سنين ده خامس نهائي دوري ابطال اوروبا، وفاز بالاربعه اللي باقيين ما فيش غير اللي جاي ده. اتمنى طبعا ما يكسبش عشان طبعا محمد صلاح. تاريخ كبير جدا جدا طبعا لانشيلوتي وريال مدريد، لكن كمان كان المدير الفني يورجن كلوب كان بيحلم بالرباعيه. دلوقتي خلاص الرباعيه انتهت وممكن جدا يفوز بالثلاثيه زي ما حضراتكم عارفين. ليفربول فاز بنسختين الكاس في انجلترا اذا كان كاس الرابطه او كاس الاتحاد الانجليزي، لكن قدامه كمان ثلاثيه وهي الاهم، الفوز بطبعا دوري ابطال اوروبا. تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان تصريحات يورجن كلوب. أنا لا أؤمن بالانتقام، لا أعتقد أن الانتقام فكرة رائعة، أتفهم ذلك، ولكنني لست متأكدا من أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. أفهم ما قاله محمد صلاح، إنه يريد ذلك، أريد أن أضع الأمر في نصابه. في ألمانيا نقول إنك دائما ما تلتقي مرتين في الحياة. يبدو هذا وكأنه تهديد أكثر مما هو عليه في الواقع. إنه يعني التصرف بشكل أفضل في المرة الأولى، لأنك إذا قابلت الشخص مرة أخرى سوف تقابل رد فعل. كل شيء على ما يرام بيني وبين ريال مدريد، ستكون كرة قدم على أعلى مستوى، ومن يعتقد أن لدينا فرصة للفوز بها هذه المرة أعتقد أنه سيكون قصة رائعة، لكنها لن تحدث بسبب ما حدث في 2018 أو سيحدث لأننا اتخذنا القرارات الصحيحة على أرض الملعب، وآمل أن نتمكن من فعل ذلك. دي طبعا كانت تصريحات يورجن كلوب. محسن اسمع رايك في التصريحات. لا برضو متوازنه، وبصراحه هو يعني انا الحمد لله ان هو تخلص من حته الوصيف، لانه كان دايما بيخسر النهائيات قبل ما يدرب ليفربول، كان حتى مع دورتموند كان دايما يخسر نهائيات، دايما لقب الوصيف ده كان ملازمه بشكل كبير جدا. الحمد لله انه قدر يتخلص من الحته دي ببطولاته مع النهائيات اللي لعبها مع ليفربول. اي نعم خسر بعضها، لكن يعني كسب برضو في الكاس الاتحاد وكاس الرابطه ودور ابطال اوروبا قبل كده والدوري الانجليزي برضه قبل كده. فاعتقد السنه دي ممكن ربنا يكافئه، لان هو كان يستحق. يمكن الضيف بتاع حضرتك من اليونان كان قال ان هو لو في دي كنت ادي البطوله للاثنين الليفر والسيتي، ممكن يكون تعويض ربنا اكبر بكثير من كده ان شاء الله. وتعليقك ايه على ما قالوا على محمد صلاح؟ طبعا لا طبعا هو مدرب ذكي. يعني بقول لحضرتك انا لو لما سمعت تصريحات صلاح استغربت جدا في الاول، بس قلت لا يعني مش هقدر انتقده، لان اكيد صلاح هو هناك وعارف بيقول ايه. يعني ممكن يكون ده شغل معين بيعمله، زي مثلا تصريحات موسيماني الاخيره بيبقى حرب اعصاب، بياخد الفريق في حته تانية، الله اعلم يعني. انا لكن في العاديه ما فيش طبعا لا صقر وما فيش اي حاجه، حتى راموس اللي هو كان تسبب في اصابته مش موجود اساسا، والكره هي رايحه وجايه، بكره يتقابلوا مع بعض في الدور الاقصائي، الله اعلم الكره رايحه وجايه يعني. لكن في النهايه طبعا مدرب عظيم، اتمنى بصراحه يتوج بالبطوله دي لانها تفرق معاه كتير جدا يعني. ما فيش شك طبعا، اكيد اكيد كلنا يعني بنشجع ليفربول ايا كان عشان نجمنا الكبير محمد صلاح ده جزء، والجزء الاخر فعلا زي ما بيقول طبعا ناقدنا الرياضي محسن لملوم ان يورجن كلوب كمان شخصيه تستحق. يعني هو فاز بأفضل مدير فني في البريمير ليج هذا السيزون هذا الموسم، لكن كمان على مستوى طبعا دوري أبطال أوروبا هو يستحق من خلال أدائه مع ليفربول. لكن تعالوا كمان مع بعض، امبارح كان في ندوة من الويفا مع ليفربول ومحمد صلاح اتكلم فيها، تعالوا مع بعض نشوف قال ايه. حسنا، أنا متحمس جدا بعد ما حدث خاصة مع ريال مدريد في آخر مرة، الإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وأيضا بعد ما حدث في خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أصبح الجميع متحمسا للفوز بدوري الأبطال. إنه لقب رائع بالنسبة لنا، في كل موسم نكافح من أجله منذ أتيت إلى هنا، وأعتقد أن الجميع متحمسون لذلك. أتذكر عندما خرجت بعد 30 دقيقة أو نحو ذلك، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي، كنت حزينا جدا في ذلك الوقت لأنني كنت ألعب في دوري الأبطال. لقد قضيت موسما جيدا، لعبت دوري الأبطال في النهائي وخرجت بعد 30 دقيقة، أسوأ شيء يمكن أن يحدث لأي لاعب كرة القدم.
بعد المباراة عرفت النتيجة لأنني كنت في المستشفى. عدت وسمعت من هندرسون لأكون عادلا وفكرت لا يمكننا أن نخسر بهذه الطريقة. لم أشعر بهذا الشعور من قبل في كرة القدم. طبعا أسوأ لحظة في تاريخ أو في كارير محمد صلاح لغاية دلوقتي لحظة خروجه بعد نص ساعة في مباراة النهائي أمام ريال مدريد في 2018. يا رب إن شاء الله صلاح تكون أسعد لحظاتك في تاريخك، هتكون إن شاء الله بالتتويج إن شاء الله يوم السبت وإحرازك هدف الفوز إن شاء الله. تعليق على ما قاله صلاح. والله هقول لحضرتك بعد ما بعيد عن نهائي 2018 اللي خرج فيه ده بعد نص ساعة، لكن هو في بعد نهائي 2019 كان المراسل حتى بيقول له أنت أول لاعب مصري يحصل على مش عارف دور الأبطال، فقال له وأتمنى السنة الجاية على السنة الجاية أن أتأهل وأكون أول لاعب عربي يحقق البطولة مرتين. ان شاء الله اتمنى ان يحقق الكلام ده يوم السبت ان شاء الله، يبقى اللاعب المصري الوحيد اللي لعب ثلاث نهائيات، ويكون اللاعب المصري والعربي الوحيد اللي حقق دور ابطال مرتين، ويكون زي ما دايما بقول نعوض ربنا اكيد بيكون افضل وكبير. فبعد النهائي بعد حزنه في 2018 وخيبه الامل اللي كلنا تعرضنا لها واحنا بنتفرج وبنشوف نجمنا الكبير بيطلع بعد اول نص ساعه باصابه مغرضه بقى ومش مغرضه، خلاص مش وقته من راموس، لكن ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله في مباراه السبت ويكون مش بس ليفربول يفوز، يكون هو كمان صاحب الانجاز بالتسجيل وصاحب الفوز ان شاء الله. طيب اخر حاجه قبل ما كمان نتكلم بلغه الارقام مع طبعا محمد الباز، عايز اسالك يا محسن، فوز محمد صلاح ب مناصفة بهداف البريمير ليج السنة دي وفوزه كمان بأفضل أسيست، شفت ده ازاي؟ وبعض الناس مش فاهمة قوي ان الموضوع صعب جدا، وان الموضوع انك تكون كمان الهداف ونفس الوقت أفضل صانع اهداف، فده عمل ده دي صعبه جدا مرة. في البريمير ليج الهداف لثالث مره، يعني شوف كوريا الجنوبيه ودوله متقدمه برضه في كره القدم، شوف كان استقبالهم لسون ازاي، يعني اللاعب بالنسبه لنا بقى عادي بالنسبه لنا بقى عادي. ثالث مره منهم مرتين مناصفه، مره مناصفه ومره ثلاثيه، كان مع ساديو ماني واوباميانج تقريبا اوباميانج وهو كان مره لوحده. المره دي طبعا هي فروق بسيطه ما نقدرش نلومه، يعني يشكر جدا، ده انجاز عظيم ان هو يا جماعه ده الدوري الانجليزي ده في حته تانية، يعني ده ما ينفعش تقارنه، ما ينفعش اقول مثلا ده بنزيما طبعا احترمنا ليه جاب 27 هدف طيب. في الليجا، لكن ده 23 لا يا عم ده جولين في الليجا كفايه خالص، لا يكفي تماما، كل ان هو بيحقق ده وكمان معاه جائزه افضل اسيست، ده اصعب من التهديف اساسا، يعني لا هم في حته تانية. اعتقد لولا اخفاقات المنتخب في نهائي دوري في نهائي كاس الامم الافريقيه وفي التاهل للمونديال، اعتقد كان محمد صلاح كان ينافس بشكل كبير جدا 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 على او يبقى مرشح ليها اذا فاز ان شاء الله يوم السبت للكره الذهبيه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمحمد صلاح. وطبعا محسن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. شكرا جزيلا ليك. هنروح لفاصل ونشوف خلال الفاصل طبعا تحرك فرقتنا الاول مران لفرقتنا النادي الاهلي في المغرب، هنتابع مع حضراتكم هذا التحرك، ولكن كمان بعدين ان شاء الله باذن الله عندنا فقره مهمه جدا، اتكلمنا على ريال مدريد وليفربول من خلال وجهات النظر، لكن خلينا نتكلم بلغة الأرقام والإحصائيات والتحليل الفني مع نجمنا محمد الباز بعد الفاصل، نشوف تحرك النادي الأهلي لأول تدريب في المغرب، نطلع فاصل ونرجع مع محمد الباز.